ترأس السفير السوداني لدى البلاد سعادة عبد العزيز حسن صالح ترأس فعاليات الانطلاقة الرسمية للدورة التدريبية للغة العربية لغير الناطقين بالعربية بالتعاون وبالتنسيق مع الاتحاد العام لدعم مؤسسات اللغة العربية ومدرسة الصداقة السودانية التشادية. عبد الله هارون. دعما ومساندة للغة العربية باعتبارها لغة علم وفكر وثقافة، جاءت فعاليات الانطلاقة الرسمية للدورة التدريبية للغة العربية لغير الناطقين بها، والتي نظمت من قبل الكيانات الثلاثة: الاتحاد العام لدعم مؤسسات اللغة العربية، ومدرسة الصداقة السودانية التشادية، والنادي السوداني بالبلاد. والغرض الأساسي من فتح هذا المجال للتعلم هو تنمية مهارات التواصل باللغة العربية وتنشيط تفاعل الثقافات المختلفة. هذا ما أكده رئيس الاتحاد العام لدعم مؤسسات اللغة العربية بتشاد. لأن الهدف في النهاية هو تعليم اللغة العربية ونشرها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. فنشكر الإخوة في النادي السوداني ومدرسة الصداقة السودانية التالية، هذين الممثلان منارتين من منارات العلم والمعرفة والثقافة في هذه البلاد. أما مدير مدرسة الصداقة السودانية التشادية هنأ الراغبين المشاركين لتعلم اللغة العربية، مؤكدا بأن اللغة العربية أصبحت من أهم المكونات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. هذه اللغة، اللغة العربية، اللغة العالمية، مثلها مثل اللغات العالمية الأخرى، أصبحت لغة عالمية ولغة التخاطب. وعندما ندعم ثنائية اللغة العربية فإننا ندعم مشروعا كبيرا لإخواننا في شاد. بدوره السفير السوداني لدى البلاد ثمن جهود القائمين بتنظيم هذه الدورة والراغبين لتعلم اللغة العربية، متمنيا لهم التوفيق في المشوار التعليمي. أحيي هذا الجهد الميمون الذي شاركت فيه ثلاث من مؤسسات المجتمع بنشر وتطوير اللغة العربية والثقافة العربية. كذلك نشكر الدارسين ومؤسساتهم التي استجابت لهذه الدعوة الكريمة. نشكركم جميعا على حضور هذا المحفل الأكاديمي الهام، ونتمنى أن تستمر مثل هذه المناشط. ونسبة لأهمية اللغة العربية ومكانتها في المجتمع التشادي، فإن تعلمها يعد أمر ضروري، لذا يجب على المثقفين باللغة الفرنسية إتقانها وللدارسين بالعربية تعلم الفرنسية كما جاء في الدستور.